بدأ العد التنازلي، مشاهدينا الكرام. 5 دقائق يقرم الحكم كوفي كوتشا لنهاية هذا العرس الكروي العربي الإفريقي. 5 دقائق بالتمام والكمال، وأكيد وأن النادي الصفاقسي في وضعية المدافع والنادي الأهلي في وضعية المهاجم. كورة مرتدة والحارس أحمد الشواشي، كورة مرتدة دفاعية من بشير المشرقي والحارس أحمد الشواشي. اليوم حارس كبير جدا، اليوم أحمد الأسمراني غنى كل الأغاني أمام القيمة الثابتة عماد متعب والأنغولي فلافيو أمادو والمايسترو محمد أبو تريكا. تولعت المدرجات في ملعب رادس، لا يمكن أن نتابع من خلال هذا الدخان أجواء ملعب رادس. شادي محمد، كرة طويلة في عرض الدفاع التونسي، لمسة من عماد متعب، مرتدة، تصويب، وجول، جول. الهدف الأول للنادي الأهلي، محمد أبو تريكا يخطف الهدف، هدف غالي جدا، فرحة كبيرة في الجهاز الفني للنادي الأهلي والمايسترو محمد أبو تريكا بكل تأكيد يفاجئ الجميع ويسجل الهدف الغالي، هدف قاتل، هدف تراجيدي. قلنا مشاهدينا الكرام ستكون النهاية تراجيدية، ستكون النهاية دراماتيكية على أحد الفريقين. وهذه الكرة المرتدة يسارية قاتلة جدا من محمد أبو تريكا في شباك الحارس أحمد الشواشي، وهدف لصفر للنادي الأهلي. هدف والله بصراحة قاتل على الدفاع التونسي، شوف بدون مراقبة على طول على طول محمد أبو تريكا يضع الكرة في شباك الحارس أحمد الشواشي، وسباق ضد السرعة حاليا يخوض النادي الصفاقسي. تنقلب كل المعطيات رأس عن عقب في هذا الوقت القاتل، في هذا الوقت، وهذا هجوم للنادي الصفاقسي، ولكن تضيع الكرة والجمعة في التصدي والرياض ينطلق في هذه الكرة. أكيد هدف يخيم صمت رهيب حاليا على ملعب رادس، هدف مفاجئ، هدف حقيقة على عكس كل توقعات الجمهور الحاضر في ملعب رادس. فاجأ به محمد أبو تريكا نجم نجوم الفريق المصري النادي الأهلي، وبالطبع المتابعة من أنيس بوشلبان. أكيد أكيد وأنه هنا في ملعب رادس النادي الأهلي كان مع نهاية الشوط الثاني أكثر مجازفة، أكثر إصرار وعزيمة لخطف الانتصار، وكان له ذلك بما أنه تمكن في الوقت البدل الضائع من إنهاء كل أحلام النادي الصفاقسي بالفوز بهذا الكأس لأول مرة في تاريخه. على كل لم تنتهي المباراة، المباراة تنتهي عند الصفر النهائية للحكم البنيني كوفي كوتشا. كوفي كوتشا سيستعمل الورقة في نهاية الورقة في نهاية المباراة، الورقة الصفراء سيستعملها إذا ضد أنيس بوشلبان بعد التدخل على حسن مصطفى. إن شاء الله تكون نهاية يعني بكل الروح الرياضية. إذا مشاهدينا الكرام الحكم كوفي كوتشا يراقب الساعة. التغيير يطلب مدرب النادي الصفاقسي. كرة في وسط الدفاع، في وسط الدفاع للنادي الأهلي عبد الكريم النفطي. أنيس بوشلبان. الحكم يطلب اللعب ويقول تماس للنادي الصفاقسي. كرة داخل منطقة الجزاء وشادي محمد. تفتكروا الكرة من جديد استرجعها كابتن الفريق المصري. الضغط اصبح على ممثل كرة القدم التونسية فاتح الغربي يكسب ضربة مخالفة والرياض يعود. الخروج منتظر اذا دخول لبلاس كواسي وخروج للشادي الهمامي. خروج متوسط ميدان دفاعي، دخول مهاجم واضح، اخر فرصة كبيرة جدا من اجل التعديل ولعب ركلات الترجيح بالنسبة للنادي الصفاقسي او النهاية، النهاية طبعا السعيدة للاهلي والدراماتيكية للنادي الصفاقسي. كرة من عبد الكريم النفطي في الدفاع الاهلاوي، ترجع عكسية ولا تبقى لاحمد شديد الكناوي. احمد شديد الكناوي طبعا حسام البدري يطلب من كل اللاعبين العودة الدفاعية مع فلافيو امادو. لحظات تاريخية، لحظات قاتلة بالنسبة للكرة الصفاقسية والتونسية عامة، وسعيدة بكل السعادة بالنسبة للأهلاوية والمصرية بصفة عامة. كرة طويلة
من بشير المشرقي ونهايه المباراه. مشاهدينا الكرام بتتويج النادي الاهلي للمره الخامسه في تاريخه، يعادل الرقم القياسي لنادي الزمالك، 5 ألقاب للنادي الاهلي، والنادي الصفاقسي يفشل بالتتويج. الف مبروك بالطبع لكل عشاق النادي الاهلي والكره المصريه بصفه عامه، حظ اوفر للنادي الصفاقسي، وهذه هي الكره.